مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. اليوم شفت قصة اللي تناولها الأخ دريس المراسل ديال مغارب نيوز لدار لايف فيسبوك في جريدة مغارب نيوز في بن سليمان مع الأخت ديال سكينة. شكون هي سكينة؟ المرحومة سكينة اللي قتلها الزوج ديالها بندقية. سكينة وقعت الواقعة في حوالي شهر 5 اللي فات بمدينة خريبكة. الأخت ديال سكينة روات القصة بمستوى عالي، تجيد الحكي، تجيد التناسق في الكلام، قدرت توضح الصورة بشكل كبير. ما أثر علي بشكل كبير هو الطريقة باش ختمات في النداء اللي وجهاته. مشاهدينا الكرام، أنا تبعت لايف وكذلك تبعته معايا أستاذ المستشارة ليلى وكذلك الأستاذة زينب خيار محامية بائضة البيضاء اللي كيعلنوا التضامن ديالهم وغادي يدخلوا على الملف باش ما نسبقش الحدث. مشاهدينا الكرام، الأخت ديال سكينة رغم الظروف، رغم الشق النفسي، رغم مجموعة من العوامل الصعبة، الطريقة الراقية اللي حكت بها القصة في 25 دقيقة. تبعوا معي الفيديو. مرحبا بكم بتاعتنا، شكرا لكم انكم جيتوا تسمعوا صوتنا وتوصلوا صوتنا لجميع الاخوات المغاربه ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن. فيما يخص القضيه ديال الاخت ديالي سكينه المرحومه المغدوره من طرف الزوج ديالها العميد المتقاعد في مدينه خريبكه، الاخت ديالي تزوجت زواج تقليدي، ما كانتش كتعرف هذا السيد نهائيا. الاخت ديال بنت الاخت ديالو كانت حاليا ساكنه تحت منا وهي اللي عرفاتو عليها وجا خطبها وتزوجوا زواج تقليدي، وكان من الاول الاساس ديال الزواج ديالهم انهم يكون اولاد. هذا كان الهدف ديالو، هو انه كان باغي الاولاد منها، خصوصا انه كان ديجا متزوج. الزوج ديالو الاول اللي كان الزوجه ديالو مده ديال 30 عام اللي توفات ليه حتى هي. ملي توفات الزوجه ديالو كان قال لنا بانه توفات ليه كان عندها كونسير في الوالده ديالها، داكشي علاش ما كانش كتولد. ومن بعد ما توفات الاخت ديالي جاتنا اخبار من العائله ديالها بان السيده توفات موتة ديال الله، يعني حنا ما بقيناش عارفين بالضبط واش هاد السيده ماتت في ظروف غامضه ولا ماتت موتة ديال الله كيف كيقولوا. نرجع للموضوع ديال الاخت ديالي. الاخت ديالي كيف قلت لكم في الاول بدايه الحياه الزوجيه ديالها كانت عاديه بكل كيفها كيف كاع البنات، الحمد لله بخير. فغيتسلطوا على واحد جوج ديال الشياطين اللي دمروا الحياه الزوجيه واللي داروا المكائد وخرجوا على الحياه الزوجيه ديال الاخت ديالي اللي هو الاخ ديالو والمراه والزوجه ديالو. هاد الجوج هادو كان الغرض ديالهم والهدف ديالهم ان هذاك السيد ما يكونش عنده اولاد باش يحوزوا التركه ديالو، خصوصا انه هو اللي كان كيصرف عليهم وهو اللي كان المعيل ديال ديك الاسره. فدبروا المكائد بالعقل ديالها وغتقول لي راه هاد السيد هذا راه وقيله موكلينو ودايرين ليه شي حاجه، هادشي علاش هو وقيله مريض حيت راه ما كانش هكا قبل. سيمانه وهي كدس الافكار السامه في العقل ديال الاخت ديالي، وللاسف اختي طاوعتها وسمعت لها وقالت لها مرحبا نمشيو نشوفوا هذا الراقي هذا، نشوف الزوج ديالي اشنو عنده. فهذا الراقي هذا كيتواجد في حداها، مساكن حداها الباب على الباب ديال زوجة الاخ. جابت الاخت ديالي بحكم ان الاخت ديالي الزوج ديالها كان فارض عليها ان ما تخرج عند حد، ما تجي عند حد، ما كدايره صحابات، ما حتى شي حاجه نهائيا. فهاد السيده هي اللي كانت كتمشي عندها وهي اللي كانت كتجي عندها، وباللغه العاميه ديالنا كانت كولا سبيسيال عندها في الدار، ما كتخرجش من عندها من الدار، خصوصا ان زكي قلت لكم الزوج الاخت ديالي او القاتل ديالها راه هو اللي كان كيعيل هذيك الاسره. فاخوتي اش غنقول لكم، استدرجات الاخت ديالي باش تجي لعندها عندك السيد وقالت لها راه غنشوفوا هذا الراقي ونشوفوا السيد شنو عنده في التوكال. وملي غتوصل هي وياها عند الباب كتخلي الاخت ديالي تدخل وكتقول لها انا ما غندخلش معاك. فاختي نقزات وقالت لها الا ما دخلتيش معايا انا ما غاديش ندخل معاك عند هذا السيد. فهي عرفت اختي بان ما غاديش تدخل، اضطرت انها تدخل. ملي دخلت عنده كتفاجئ بانه مشعوذ وليس براقي. فملي دخلت لعنده طمنتها وقالت لها صافي غنشوف اشنو كاين، راه بحال بحال. ملي دخلت جلست قالت لها انا غنمشي نطفي غير الكوكوت ونرجع. ملي خرجت عيطات على الزوج ديال الاخت ديالي او القاتل ديالها وقالت لي اجي راه هي الزوجه ديالك، راه هي اللي دايره لك وهي اللي فاعله لك.
جا الزوج ديال الاخت ديالي ودخلت هو عند هذا السيد وفهم الفيلم وفهم اشنو كاين، عيط على الام ديالي والاخ ديالي مشاو من مدينه بن سليمان كيتجاراو باش يعرفوا اشنو اللي واقع، شنو اللي شنو اللي كاين باش يشوفوا شنو هي القصه. ملي مشاو قال لهم اشنو كاين، حطوا النقط على الحروف، استنتجوا بان هاد جوج هما بانهم داروا لهم مكيده بحكم انه رجل شرطه وذكي ونزيه، وكي قلت لكم قبل راه هو عميد شرطه، يعني ما غاديش تدوز عليه شي حاجه بحال هكا، وعرفها بانه فيلم مدبر من طرف هذوك الجوج. فمن اللي عرف هو وللاسف كان الشك ديالو شويه ما 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 كملش، يعني بقى غير واحد شويه اللي تيق بان الزوجه ديالو ما دايراش ليه ديك الحاله. فطمن الام ديالي والاخ ديالي بانهم تيق فيها وعارف بين هذوك الزوج هما اللي كيديروا لهم مشاكل، وواعده بانهم ما غاديش يبقاو يدخلوا عنده للدار، وهم هو اللي مسؤول على الزوجه ديالو ماشي هما، بحكم ان هاد مرت الاخ كي كنقول لكم هي الحاكم الناهي في هذيك العلاقه الزوجيه. الا قالت للقاتل دير يدير، قالت لي فعل فعل، قالت لي كذا كذا، هي اللي عندها الراي، هي اللي عندها الشوار في هذيك الدار، ماشي بحال اختي. اختي جابها كاله لانتاج الاولاد وكخادمه عنده في الدار فقط. كان كيعاني من شي مرض هذا الزوج؟ امراض وهميه فقط، ما عنده حتى شي مرض نهائيا. للحاليا هو كي قلت لكم انا في السبيطار من بعد ونكمل لك هذه القضيه هذه، كي قلت لك ما عنده حتى شي مرض، راه كانت كتمشي به لعند الاطباء ما عنده حتى حاجه، سيد ما كيعاني من والو. فسيدي كي غنقول لك سمحوا لي ما قلتش فين وقفت عفاكم. على ان ديك السيده هي اللي كتقول ليه يعني كانت هي الامر الناهي في العلاقه الزوجيه ما بين الاخت والزوج ديالها، كانت تدخل بزاف من الطرف ديالها باش مشي تقابل راجلها وولادها مقابله اختي وراجلها وولدهم. وديك الغيره وداك الحسد على الحياه اللي كانوا فيها بجوج ما خلاتهاش هانيه وما طمنتهاش، وكان ضروري انها تدمر ديك العلاقه. ملي بدات الفكره ديال المكيده ديال كي قلت لكم ديال التوكال، غادي يجي واحد النهار وغادي ينوض ليهم هو نفسه الاخت ديالي ولهاد لهاد الشيطانه الافعى، ناض ليهم بالجنويه وتيقول لهم بجوج بكم نتوما اللي داروا ليا هادشي، غنحي عليكم بجوج بكم. فحاولوا هما يهدنوه وحيدوا ليه ديك الجنويه وبردوه وقنعاته اختي، وتما من تما بالضبط في هذوك الايام بداو الشكوك ديال الزوج ديالها، وبدا بدات المعاناه الحقيقيه ديال الاخت ديالي اللي مابقات كتعرف فيها لا نعاس لا حتى شي حاجه، اللي كانت كتشوف فيها التهديد بالقتل، وكان ديما تيقول ليها راه الا مشيت غنديك معايا، ما كانش كيخلي من هذا الكلام هذا، كان ديما تيقولوا ليها. فالاخت ديالي كيف اي امراه مغربيه كان خاصها تصبر مع الراجل ديالها والزوج ديالها، بخصوص انها عندها واحد الولد، وهذه اللي ما كنصحش اي بنت مغربيه. شفتي راسك في واحد العلاقه اللي صعيبه خرجي منها، طلاق ما بقاش عيب في هذا الوقت اختي، طلاق ما بقاش عيب، الا طلقتي راه هانيه، راه غتخدمي على راسك وتهزي وليداتك، اما باش تستحملي واحد العلاقه سامه ما كاينلاش. رجوع للموضوع ديالنا، الاخت ديالي ملي الراجل ديالها بداو كيدخلوه الافكار الساميه ديال ديك السيده والراجل ديالها، ما قدرتش معاهم القضيه ديال التوكال، فالاخت ديالي حاربتهم، والحمد لله اختي من النوع اللي كيعرف بينه وبين الله، داخله سوق راسها كتصلي صلاتها كتقيم قيامها الحمد لله بشهاده الجميع والجيران، لدرجه ان الجيران اللي ساكنين حدا في خريبكا ما كيعرفوهاش في وجهاتها كيفاش دايره نهائيا، قصور حيت هو ما كيخليهاش تخرج ما كتدخلش. امتى خرجت ودخلت اختي؟ في الفتره اللي هو مريض ومحط راسو في الفراش زعما اساس انه مريض، مع انه كان كيبغي غير الاهتمام لا غير، لدرجه انه واحد النهار ناضو قال ليها انت كتهتمي بولدك اكثر ما كتهتمي بيا، وكاين غير كان غير ميولدو من الشرجم ديال الدار بهذا السبب هذا. فاختي اضطرات انها تهتم بالراجل ديالها وضحات بالولد ديالها وخلت الابن ديالها نمشيو حنا نجيبوه لعندنا وناخذوه وحنا اللي نهتموا به باش هي كل الاهتمام ديالها تعطيه للزوج ديالها. فما كاينش شي ام غتقدر انها تضحي بالكبده ديالها باش تهتم بالزوج ديالها. اختي دارت هاد القضيه هادي باش تحمي الابن ديالها وتخليه في واحد البلاصه اللي امنه ليه باش هي تهتم بالزوج ديالها اللي ما قدرش هو هادشي نهائيا. الاخت ديالي الله يرحمها غادي يجي رمضان وغادي قبل من رمضان اعتذر، السيد غادي يكتشف بانه عنده مرض ديال البروستات، وهاد البروستات هذا جا في البدايه ديالو، يعني ما كان لا كونسير ما كانش شي مشكل اللي كبير، كان في البدايه ديالو وكان غادي يعالج هاد المرض هذا، كانت العلاج.
الاخت ديالي غادي يجي نص ديال رمضان غادي غادي تعيط لينا في التليفون غتقول لنا انا حامله وغادي نفرحوا كاملين وحتى هو كذلك غادي يتصل بالاخ ديالي وغادي هو اللي غادي يقولها الاخ ديالي وغادي يفرحوا يعني هو فرحان حيت كي قلت لكم في الاول هو الاساس الاول ديال الزواج بالاخت ديالي هما الاولاد يعني كان باغي غير الاولاد فغادي يجي الاخ ديالو والزوجه ديالو من عنده للدار وغادي يجي هذاك الاخ غيسيق الخبر بان الاخت ديالي حامله وغادي يستدرجوا وغيخرجوا باش يمشيو يتقداو على اساس غيتقداو شي حاجه وغادي يخرجوا وملي غادي يخرجوا غيلعب ليه بالعقل ديالو وغادي يخليه يدس ليه الافكار الخايبه بان هذاك الولد ماشي ديالك وما يمكنش ان سكينه تحمل منك وانت يا مريض فهو بطبيعه الحال ملي شرب هذوك الافكار من الاخ ديالو جا للدار صاعر كله افكار سلبيه تجاه الاخت ديالي واللي واجههم بها في ديك الساعه وهم في الحضور ديالهم اختي ما عيطتش لينا في التليفون وقالت لنا انا مناش كنعاني بحكم ان الاخت ديالي ما عمرها شاركتنا المشاكل الزوجيه ديالها بينها وبين الراجل ديالها كانت كتكتم على هاد الاسرار هادو ما كتعاودش لينا يعني انا هادشي اللي كنخبركم به اخوتي ما كناش حنا عارفينه حتى غادي يوقع هادشي وغادي تعاود لينا هي ملي غادي نجيبوها ان شاء الله عندنا للدار فاختي غادي تعيش واحد 3 ايام ديال العذاب النفسي مع هاد السيد هذا اللي غادي يحاول يمرمد بالكرامه ديالها الارض واللي غادي يعطيها القران انها تحلف ليه واللي غادي يمارس عليها جميع انواع التعذيب النفسي لدرجه انها ما كانتش كتاكل مع انها صايمه وحامله لهاد الدرجه هادي فاختي الاخت ديالي غادي تدوز واحد 3 ايام بعد ما اعلنت على الحمل ديالها كتصل بينا وحنايا في المائده ديال الافطار كتقول لينا كتعيط الام ديالي وكتقول لها جيو عندي دابا ولا غادي نلوح راسي من الشرجبره لا ما جيتوش عندي غادي نديرها مادام اختي دارت هاد الحركه هادي وكتقول هاد الهضره هادي الا وهي مقهوره وصافي وصلت بها للحد الكبير ديال انها ما غاديش تقدر تستمر في هاد العلاقه مشيت انا والاخ ديالي والام ديالي كنجريو لمدينه الخريبقه من بن سليمان للخريبقه ما عرفناش كيفاش توصلنا الحمد لله بواحد السرعه اللي كان غادي بها الاخ ديالي الحمد لله اللي لطف بنا الله وصلنا لديك المدينه اللي كنقولوا الوكر ديالو هو بخصوص انه كان عميد شرطه وصلنا لعندهم ودخلت عند اختي طلعت انا اللي جمعت ليها باليسه بيدي حيت ملي كتوصل القضيه شرف وكيقول لها ماشي ولدي فما بقاتش عيشه معاه دخلت جمعت لاختي باليسه وخرجتها وقلت ليها قلت ليه الا بغيتيها تبعها لدار امها وغادي نهضروا تم حنا ما عندناش هضره معاك ولقيت هذاك السيد وديك السيده وكاين اعتذر كانت السيده هذيك الافعى والاخت ديالو كاينين عنده في الدار وكيفاش احتاجات ما عرفناش حنا كيفاش احتاجات وشكون عيط ليها جات الاخت مشيت سمحوا لي مشيت جبت انا الاخت ديالي ونزلنا في حالنا ومشيت دينا الطريق من خريبقه حتى لبن سليمان رجعنا ملي رجعنا الاخت ديالي كانت دابله الوجه شاحب اختي تبارك الله كانت غزاله زوينه دبلت كيف اي ورده ملي كتكون متفتحه وكتسد الاخت ديالي كانت هكاك تماما الاخت ديالي دبلات ما بقاتش ديك سكينه الزوينه الفنه اللي كانت كلها حياه دبلها طفاها ما بقاتش فيها لدرجه ان الشعر الامامي ديالها كله كان طايح ما بقاش عندها الشعر الامامي ديالها كله كان طايح ويديها ولاو حرشين ملي كتكلم معنا وكتعاود لينا شنو وقع حتى جا داك النهار الصوت ديالها مبحوح ما كاينش صوت نهائيا يعني ما كتسمعش حتى شي صوت كتسمع الشكوى بالبحه يعني الالم اللي كانت عايشه اختي اللي ما كانتش موصله لينا قبل للاسف غادي يجي حتى لرمضان فهذيك الليله وغادي تعاود لينا كلشي وغنعرفوا شنو كاين غادي ندوز واحد المده ديال 3 ايام وغادي يجي العيد غادي يجي هو والاهل ديالو باش يردوها وطلبوا السماحه وهو طلب السماحه وهو قال لها وعدها وهما كاملين العائله ديالو قال احنا عارفين شكون اللي داير لكم المشاكل وعارفين شكون اللي داير لكم هذا الشيء وشكون اللي خلق لكم الحل الوحيد انكم خرجوا بواحد الحل انهم ما يبقاوش عايشين في مدينه ديال خريبقه وينتقلوا للمدينه ديال جديده حدا الاخت ديالو احسن لهم ما يبقاو في مدينه خريبقه حيت الا بقاو هذوك الناس راه ما غاديش يتفارقوا معاهم فالعائله ديالها بنفسه العائله ديالو بنفسه كانوا كيقولوا هذيك السيده راه خايبه وخلقت لنا الفتنه ما مره ما جوج في وسط العائله ديالهم يعني ماشي مره ماشي جوج كدير لهم المشاكل فكي غنقول لكم اخوتي قالوا ليها شنو كاين حضرت هي الراس كيف اي امراه مغربيه حامله وعندها ولد غادي تفكر انها ما تهرش العش الزوجيه ديالها خصوصا انها كاينه واحد الحاله استثنائيه ديال انها غادي تنتقل من مدينه ما غاديش تبقى
وخصوصا انها خاصها تمشي مع الزوج ديالها حيت عنده عمليه البروستات خاصو يديرها. هاد السيد هذا ملي مشات اختي لعندو ودار العمليه ديال البروستات غادي تمشي الام ديالي كاي نسيبه خاصها تمشي تشوف راجل بنتها حيت دار عمليه. حنا فينا الصوب المغاربه كاملين ملي كتوقع اي واحد مريض راه غير جارك خاصك تمشي لعندو. فما عسى نسيبك شدات ماما الطريق هي والاخت الصغيره ديالي والابن ديالو باش يمشي يشوف الاب ديالو وداتهم باش يشوفوه. ملي مشاو كان واحد اللقاء اللي غير محب بالنسبه ليه هو الابن ديالو. يعني انا الابن ديالي غادي نشوفه لمده ما شفتوش وجاي لعندي كيفاش كأب كيفاش غتستقبل الابن ديالك بكل حب وكل حنيه وكل كل 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 لو ما شافوش منه هذا اللقاء نهائيا ما شافوش منه هذا اللقاء. اسمحوا لي اسمحوا لي بزاف شي مشكل خدي راحتك سرح شويه ماشي مشكل غير باش نبقاو متذكرين دائما الحوار ديالنا دائما نحاولوا نبينوا لان ملي كتكوني كتكلمي على الاخت الله يرحمها وكترجعي كتكلمي لينا على السيده الاخرى اللي سميتيها الافعى نحاولوا دائما باش نوضحوا هذه لان الساده المشاهدين كيوقع لهم واحد الخلط. هاد الافعى كتكون هي مرت الاخ ديالو مرت لوسا هي هي اللي من كنهضر انايا هي اللي خلقت هاد الفتنه واللي خلقت المشاكل واللي حاولت دير اي حاجه اي حاجه باش تخلي داك السيد تحت منها. انا من هاد المنبر هذا كنقول لها برافو عليك هانتي لا انتي لا حنايا ضيعتينا في الاخت ديالنا وحسبي الله ونعم الوكيل. وكيف كنقول وباقي كنقول الا كان القاتل هز البندقيه وتيرها في اختي وقتلها في بلاصتها فراه انتي والزوج ديالك نتوما اللي السبب في هذا الشيء كامل. حنا ما عندناش غير قاتل واحد حنا عندنا ثلاثه ديال القتله الزوج ديالها والاخ ديالو والزوجه ديالو هما السبب الرئيسي في هذا الشيء اللي كنعيشوه. وللاسف ما كانتش غير ضحيه وحده وراه ما قتلش غير سكينه والبيبي اللي في كرجها راه قتل عائلتها كلها معاها. وحسبي الله ونعم الوكيل فيك راه هربتي من الحساب ديال الدنيا اش غتقولي قدام الله ملي غادي توصلي لعندو ان شاء الله. حساب الله راه عسير حساب الله راه عسير وغادي يوصلك غادي يوصلك وكي كندعي عليك نهار وليل بغيتك تشوف فيه في الدنيا قبل من الاخره كيف ما كيدعيو فيكم الناس كاملين الحمد لله اللي شاهدين بالشفافيه وشاهدين بالشرف ديال الاخت ديالي الحمد لله. فغنقول لكم اخوتي هاد السيده هادي ما كفاهاش طمع في في الفلوس ديال هاد السيد هذا ما كفاهاش ما عجبهاش تشوفهم فرحانين ما عجبهاش تشوف السيد عنده ولاد ما عجبهاش تشوفو كيتهلا في مرتو ما تسرطتش ليها ما دايزاش ليها ان هاد السيد هذا عايش حياه سعيده. فحاولت دير لهم المكائد وحاولت تدير الجميع اللي في جهدها باش تدمر هاد العلاقه الزوجيه كلها. حسبي الله ونعم الوكيل فيك حسبي الله ونعم الوكيل فيك. دابا هو فين فين من قتلها شنو داروا معاه شنو الاجراءات اللي انا معاك اخويا بالنسبه ليه هو حاليا راه كاين في المستشفى الاقليمي ديال مدينه خويبكا كيدعي المرض بانه مريض كيف ما كان كيدعي على الاخت ديالي المده ديال 8 شهور هو كيدعي انه مريض ومكاينش مريض وكان باغي غير الاهتمام بحال شي بيبي صغير. هادشي اللي كيدير حتى دابا كيدعي المرض وانه عنده امراض وانه عنده وخلاه في المستشفى لدرجة انه حتى التحقيق راه مازال ما كملش معاه حيت ما كيخليهمش يكمل معاهم التحقيق حيت السيد تبارك الله عليه راه انسان ذكي وانسان متمرس وكي كنقولوا كنعاود انسان شارب الحرفة ديالو راه زيد من 40 سنه هو خدام في سلك الشرطه فراه اكيد عنده خبره كبيره ودازوا عليه يدو قضايا كثيره وعارف كيفاش يهضر وعارف شنو يدير وعارف شنو غادي يخرج من فمو. فانا ما عنديش ادنى شك ولا ثقتي ما كايناش في القضاء المغربي. انا كل ثقه في القضاء المغربي وكل ثقه فيه بانه غادي ينصف الاخت ديالي وانه غتاخذ الحق ديالها والابن ديالها اللي بقى عايش دابا اللي عنده عامين غادي يتنصف وغادي ياخذ الحق ديالو ان شاء الله وما غاديش يضيعوا القضاء المغربي. وكنشكر قاضي التحقيق ديال مدينه خويبكا على حسن التوجه ديالو لينا ملي جينا لعندو ودخلنا لعندو وشاف فينا وقال لنا واش نتوما هكذا ولا هكذا وعطانا بزاف ديال حلينا عينينا على شي حوايج خاصنا نطبقوهم وخاصنا نمشيو فيهم في المسطره.
فحنا كنشكروا من هذا المنبر وكنشكر وكيل الملك ديال مدينه خريبكا حتى هو اكيد غادي يعاوننا ان شاء الله وغادي يوقف معنا وغادي ينصفنا وغادي ينصرنا على هاد الظالمين هادو هاد القتله. راه كي كنقول لكم راه لا الزوج ديالها كان قتل، راه كاينين جوج ديال المخططين القتل على برا اللي خاصهم حتى هما ياخذوا الجزاء ديالهم ان شاء الله وما يبقاوش على برا. حيت كيف ما ضم كيف ما مشات سكينه راه غادي يمشيو سكينه اخرين. راه اختي سكينه راه ماشي غير اختي انا، سكينه راه اخت جميع المغاربه. اختي سكينه راه خاصها تكون قصه في اي بيت يعرفها كل مغربي. كيفاش هاد السيده تغدرات اللي كانت تضحي بنفسها باش تساعد الزوج ديالها وضحات بكل اللي عندها، في الاخر جازها باحسن جزاء، احسن هديه عطاها ليها، احسن هديه مشات شهيده الحمد لله ودات تونس في قبرها مشى معاها وضيعنا في الاخت ديالنا. ما ياخذ فيه الحق يا ربي، حسبي الله ونعم الوكيل. اذا اخر كلمه لمن توجهها؟ مازال ما بغيتش نقول اخر كلمه حيت باقي عندي ما نقول. وسمح لي يا خويا انا اللي كنقول، وانا هاد السيد اللي كان كيدعي المرض وما قادرش يوقف كيفاش قدر يمشي يهز بندقيه ديال الصيد اللي كانت فوق فوق الماريو وبعيدة عليه، كيفاش قدر يهزها وكيفاش قدر يشارجيها وكيفاش قدر بكل قلب بارد يغدر اختي وهي في الكوزينة داخلة توجد لي ما ياكل، اللي استدرجها اللي كانت عند الجارة ديالها مشات تعطيها شي لعبة كانت عندها كان ولدها كيلعب بها، ملي مشات الأم ديالي خرجات وطمن الأم ديالي بأنه مبقاوش بيناتهم مشاكل وشدات ماما الطريق باش ترجع لمدينة بن سليمانية والأخت والابن ديالو. خلى اختي طمن الام ديالي على اساس راه ما بقات حتى شي مشكله بيناتهم نهائيا. ف كيفاش قدر يهز هذيك البندقيه وكي كتعرفوا نتوما راه البندقيه الوزن ديالها ثقيل، راه غير الخشب غير الخشبه اللي كتكون فيها راه تبقى كتكون وزنها 3 كيلو، فعاد المعدن انا ما عارفاش تقريبا شحال كيكون الوزن ديالها، وقدر انه يهزها ويتيري في اختي. وكيف كيقول هو انا كنت باغي غير نخلعها، حنا كنعرفوا اللي كيبغي يخلع كيضرب في السماء كيضرب في الارض كيضرب في الفخذ كيضرب في الكتف من جهه الايمن كيضرب في العنقره الكرج. لا هو كان عارف راسو فين كيضرب وضربها لجهه الجانب الايسر باش تدخل فيها في القلب ديالها ديريكتومون باش يضربها باش تموت في البلاصه. اختي طاحت في البلاصه مسكينه الله يرحمها ويوسع عليها. وملي دار الجريمه ديالو مشى دق على الجاره ديالها ودق عليها على اساس انا دوز لي واحد النمره في التليفون ديال الصديق ديالو. هو ملي كان هاز البندقيه عارف ديك الساعه فاش ينيش وعارف كيفاش يدير، ولكن باش يدوز ابيل في التليفون للاسف مبقاش عارف كيفاش يدوزها. لا بندقيه كان متمرس تبارك الله، وفاش بغى يدوز لابيل ما قادرش يدوز لابيل. راه قلت لكم انسان ذكي وشارب الحرفه ديالو وعارف مزيان اشنو كيدير. طلب من الجار انها تصل لي بصديق ما دوزتش ليه النمره، قالها اتصلي ليا بالشرطه، وهو اللي اتصل بالشرطه وهو اللي علمهم وجاو لعين المكان. حنا ما تمش الاعلام ديالنا يعني ماشي هما اللي اتصلوا بنا، الام ديالي اللي الكبده ديالها تهزت في نص الطريق فاش كانت وصلت لبن حمد ما بين خريبكا وبن سليمان، تا كتصل بالبنت ديالها وكيجاوبوها عناصر الامن في الهاتف ديال اختي وكيقول لها حنا معاك الشرطه القضائيه ديال مدينه خريبكا واش ممكن تلتحقي بنا في الدائره 5. قالت لهم ماما شنو كاين؟ قالوا ليها راه كاينه شي حاجه كراف رجعي. ماما ملي قالت شي حاجه كراف قالت مسكينه راه غير دازت هي وراجلها، وقع شي نقاش وقع شي حاجه وبنتي مشات للكوميساريه ضربها ولا وقعت شي حاجه، ما حطاتش الاحتمال ديال الموت. فهداك الشيء علاش كملت الطريق حبست الكار، كاع الناس تعاطفوا مع الام ديالي في هذيك اللحظه ووقفوا الكار وشدوا ليها الطاكسي ورجعت لخريبكا وخلات اختي كملت الطريق هي والولد ديالها. وصلت الام ديالي وحيده ما عندها حد في مدينه خريبكا بحكم اننا ما كنعرفوا حتى شي واحد تما، كيفاش هاد الام هذه غادي تسمع هذا الخبر وهي وحيده في هذيك المدينه ويقولوا لها راه بنتك تقتلات؟ وفي ذيك الاثناء اللي قالوا لها الابنه ديالك تقتلات داروا معها تسجلوا معها المحضر ديالها. كيفاش كانت هاد الام هادي؟ كيفاش هاد الحاله ديال الام؟ كيفاش غادي تستوعب ان البنت ديالها تقتلت هي والجنين ديالها؟
وبكل اريحيه عندهم. ما فهمتش انا، ما فهمتش كيفاش تداروا الام ديالي، ما فهمتش في ديك اللحظات. وحسبي الله ونعم الوكيل، وانا كلي امل من خوتي المغاربه ينصفوا الاخت ديالي، بحكم ان هذا الاخ الكريم، هذا المجرم، اعتذر على انه اخ كريم، بزاف عليه يكون اخ كريم، هذا المجرم هذا داير جوج محاميين من اكبر المحاميين في مدينه خريبكة، كيف لا اعلم، من اكبر المحامين في مدينه خريبكة. وملي مشينا حنا كنسولوا على المحامين، حيت خاصنا محامي في نفس المدينه واقرب محامي في نفس، ما يمكنش لك ديري واحد من مدينتك انت، راك عارف غتزاد عليك المصاريف. وملي مشينا لتم بالصح لقينا حتى المصاريف ديال المحاميين من 15 حتى 25000 درهم، مبلغ اللي جانا الصراحه حنا كاسره اللي كنعيشوا على الراتب ديال التقاعد ديال الاب ديالي، بحكم انني انا ولا الاخوان ديالي من جات الازمه ديال كورونا تضر شحال من واحد فينا، ومنهم انا نيت اللي جالسه حاليا بدون شغل، وكنعيش بالراتب ديال الاب ديالي التقاعدي اللي الام ديالنا هي اللي كتصرف علينا به. فحنا جانا صعيب اننا نوفروا محامي ولا يكون عندنا محامي اللي غيوقف معانا. هادشي علاش انا اليوم بغيت نطلب من هيئه المحامين في المغرب كامل، ولا هيئه المحامين في مدينه خريبكة خاصه وكازا، كان شي محامي قلبه عطف علينا وبغى يتعاون معنا، ربي يخليه وربي يجازيه وربي يعطيه من فضله ان شاء الله. هادشي اخوتي اللي كاين، واي استفسار انا اكيد غادي نبقى ديما نبان حتى ناخذ الحق ديال الاخت ديالي، وما غاديش نسكت عليه نهائيا. وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا الفيديو، صراحه قصه مؤثره، كنعلنوا التضامن ديالنا مع العائله، وكذلك اللي تبين الحقيقه اكثر في الملف الاستاذه زين بخيار والمستشار ليلى، دخلوا على الخط في الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد لهذا الملف وكذلك الحيتيات ديالو. مشاهدينا الكرام، النداء ديال الاخت سكينة سمعته المستشاره والاستاذه زينب، وغيدخلوا على الخط من اجل الدفء، من اجل انهم يساعدوا العائله في الاطار القانوني في هذه الظرفيه. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع على هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيتيات القضيه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.